مش مشاكل، انا هجيلها السجن ولا تفرق معايا. تاتا مجموعه يا تاتا، وحشتيني. تعالي هنا. تعالي تاتا، تعالي هنا. مجموعه الموزه. تعالي الموزه. اقعدي. هادي يا تاتا يا ستي. ازيك جدو؟ يلا يا جدو. يا 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 تاتا، هنا هنا تاتا. تعالي هنا هنا هنا. ايوه. لا ده جدو. حسبي حسبي. يلا يا جدو، انت هتفضل قاعد معانا كده ولا ايه؟ يلا روح. اطمن عليها حتى. هتجيلنا رز بلبن. نعم؟ رز بلبن. حاضر. ومعنى الرزة. حاضر. يلا. بسرعة عشان انا جعانة. حاضر. ازيك يا موسى؟ ازيك يا قطاطة، وحشتيني. الحمد لله. الحمد لله. وعايزين عصب. هو مشي؟ مشي مشي خلاص. ماشي، كنت عايز برضه اجيب بطاطس. خلاص هيجيب لك. وحشتيني يا قطاطة. عاملة ايه؟ الحمد لله. وبيت الخدامة مدعونة، عاملة ايه؟ كويسة. كويسة؟ يا رب ما اكون كويسة ابدا. خرابي. عينك على الباب وتقف هنا، ما تتحركش لحد يدخل المكتب ولا حد يخرج منه، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. وحش واقف. شفت اللي حصل ده عبرس؟ ايه اللي حصل؟ شفت مدام اللي ما صدقت ان اسمها بقى بالسجن؟ عايزين يبعدوا ويقولوا عباس عباس عبس وعدلوا المخدرات. ايه ده؟ ان اسمها بتتكلم في السجن وتلعبوا المخدرات عنده. ايه يا قطاطة اللي انت بتقوليه ده؟ فلا لا لا فلا. ما كنت قبل التفتيش كنت عاملين دوشه كده هنا في السجن. لا يا قطاطة ما تقوليش كده، ما فيش الكلام ده خالص. طب هو ما بياخدش معاه في الا دي. كل الحكايه ان عنده بس شويه تفتيش وشويه قلق وكل حاجه ترجع زي الاول، فهمتي؟ يعني هو مش هياخد اعدام؟ اعدام؟ مفيش اعدام خالص يا طاطا، مفيش. يعني دي اشاعات؟ ايوه اشاعات. يعني مفيش حاجه من دي؟ لا مفيش. طب وانت جايه هنا ليه؟ جايه عشان الحدوته. حدوته؟ حدوته ايه؟ حدوته الليمبي. الليمبي حبيبي اهو جاي اهو بحضر الكلابسات بايد جدو. هل اعجبك العرس؟ قشطة؟ ده انت اللي قشطة. بقول لك ايه؟ ابقى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات اكون عارف. قشطة يا جماعة. قشطة يا شجرة. قوم. أنا رجليا وجعتني أوي يا شجرة، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب إيه؟ دي تنصيبة سودة اللي أنا فيها دي. أنا رجليا دابت من الوقفة. والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما بعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم. اجارك الله كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. خلاص. موتوني ولا ايه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مزله. اركع يا لمبي. شجره عيب الناس والرجاله كده والناس. اركع. حاضر. سامحني يا رب والنبي، سامحني يا رب.
السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي الليمبي. الله يبارك فيكي ورب بحق جاه النبي. يقال عتبة خير علينا وفتحة زي الفضل إن شاء الله، وتبقى أحسن من اللي قبلها بإذن الله. إن شاء الله مش باشتر خير أنا. مش باشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان. نعم. هتعمل إيه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ أيوه. دخل دمياط؟ دون علمي؟ وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب إيه؟ أيوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا، اقعدي. عاش السلطان الليمبي. يا الشاب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين انه امبارح كان ليله دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب الصوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين، ها، وقاعده وحجرين والصباعه وهي ترقص لي وكده. يعني بقى ليله الدخله لو انتوا عارفين، انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سكرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطب مصر، ام الدنيا، حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخنه قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر. لويس. نعم؟ لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر. لويس. يا عم هو كل شويه يغير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. ايوه. قلت بقى لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط. نسيب لهم الايه؟ الساحه مفتوحه. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ المنصورة. المنصورة هخش على المنصورة كويس. احنا هنفضل الشوارع ونفضل الحواري ونفضل البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضة مقشرة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي. انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجالة ولا ايه؟ ايه يا بنت؟ المأذون موجود يطلعنا الوقت ورقة واحدة وخلص. الله. وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم في الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلي بالزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حل الجزم، شربات، ايدهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجي لنا مسافه السكه يخش يحرر المنصورة ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الجيش المصري. عاش الجيش المصري. عاش سلطان البلاد. عاش سلطان البلاد. عاش الجيش المصري. عاش الجيش المصري. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تظبط، ها؟ والآن أيها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحرية، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، أما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبرة لكل من يعتمر. هيا يا العمل، انتشروا بقى يلا. بس يلا يا عم انت وهو. لا اله الا الله يا عم، طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ الشعب الغلس ده نطير انت وهو. لا ما يلا يلا امشي انت وهو يا ولاد يلا يلا انت وهو يلا يلا يلا. يعني بعد ما قتلتلك امر الدين
تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعة ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق، وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته، ده مش عارف اي حاجه، ده بيقولك لويس والخميس وبوليس وإدري. مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقولك عادي هنا ما تتكلميش؟ ها والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي؟ ازاي يا تربال؟ انت عندك مشاكل كتير قوي، انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل، وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف زوجي الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بميعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه مهدياته وبلاش كروتة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداربوه على دناءتكم. يلا برا برا يا زلمة برا، يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاتنين عرش واحد، دقيته عندي وعندك. اه يا شجرة احد. مولاي السلطان، ان قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد الى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين. ساذهب الى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطه. ايه فستان؟ فستان. فستان يا معذر، بفكرك عايز فستان تقلعيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ هذا قرف. صفوا لي عمنا ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مدالين؟ بس يعني انا اهو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم الحكم الحكم، وادينا قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. عاطل قاعد عاطل. ذكروني و يا اهل مصر الطيبين، التتار جايين، التتار جايين يا مصريين، التتار جايين، التتار جايين يا مصريين. اللهم احصر، اللهم فشل، اللهم فشل، التتار جايين، التتار، التتار. خلي بالكم، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. بعدين في العطل اللي الواحد فيها دي، مدادك الحكام بيتعبوا وبيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو، ولا في اي حاجه خالص، مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلب ودخلوه. ايه ده؟ نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟
ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم، مين انت عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار؟ مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ اقعد مكانك. انت ايه، في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر انت لصيص؟ ايوه. لا ما تخافش، ده كومبارس هنا معانا. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى فحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلتلي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب على المكشوفة اجد واريزة. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك. وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز مدام ظهرتلي، ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ ايه واخد البلد ورايح على فين؟ لا ده انا بتكتك تكتكة للبلد رايح على فين؟ ايه رايح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله، ما تقلقش. اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا احنا فعلا ما قدامناش وقت، لازم نتصرف باقصى سرعه جدا ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم. يومين ايه؟ ثلاثه ولا ايه؟ ولا ثلاثه. ليه وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمه لسانك. اسمع يا لمبي. ايوه. إيه انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري. ما انا ظهرك ما انا شايفه، انت هتعمل اللي فيها يا بلطجي. كمل. ها، في بنت هنا من الجواري. ايوه. بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده، وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا؟ هي الوريثه الشرعيه. ايوه. اشاعه سمعتها من سنين، وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي. انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت راقصه عماله ترقص، وكنت عماله انا اقول لها ايه يا بنت دي، ايه دبانه ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسه. ايوه. دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي؟ مالها البنت دي؟ لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب و والانسه الاميره شجره الرز دي هعمل فيها ايه؟ احشيها في صباع محشي واظبطها ولا اعمل ايه؟ شجره رز ايه؟ وانت ما بتفهمش اي حاجه؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في ايديها. ايوه. يعني ايه الكلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش. يعني ايه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءة. ايوه. خلاص يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابله كده في السكرت. ها؟ نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوه عشان نظبط بقى الاول. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه. اسمع. ايوه المهم انا سامع اهو. اسمع. يا عم ما خلاص هو اسمع. اسمع ما تقول. اسمع لما اقول لك قول لي. اسمعني كويس. ليه ده؟ اتفضل. انا حاربت المقابله بينك وبين البنت دي. خلاص على خير الله. إذا كده أركان العملية كلها اكتملت، ولازم يكون في سرية تامة، وأنا أطلع على طول وأروح نبلغ شجرة الرز باللي حصل عشان أنا الكاسوس بتاعها. ولا إيه؟ سمعت آخر الأخبار يا أمير طربال؟ وهي الأخبار في المحروسة بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال إيه؟ يقول لك ده آخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبة، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروس عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغاية اللحظة المناسبة يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضيع فلنت، ده انا المملوك هضبة والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا
بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان اقطع له راسه، وطبعا بمساعدة رجالتي وحبايب. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راس ونقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مسألة السلخ دي سيبوها علي انا. انا هعرف ازاي اكسر سمه واخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الامير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكوا يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكله طردنا صح؟ طيب يا ليه هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا امير طربال. طول عمرك سخي يا امير. اتحرك معايا بسرعه، انا عندي اوامر بقتلك. اخيرا اخيرا بقينا لوحدنا. انا عمال اشاور لك والف حواليك واقول لك الدبانه اللي في كتفك دي الدبانه صح؟ طب بص بقى المفاجاه، انا هوريك حاجه عشان تعرفي ان احنا الاثنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا. الظهر يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس، في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين. اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي. إيه؟ انت محروس. محروس؟ محروس. انت محروس يا ست محروس. مين؟ انا اللمبي. انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانة على كتفك. بقولك ايه، اسألك سؤال. هو انت الامير الزينات حكمة العرش اللي هتعرضه المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثة الشرعية. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانه يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. ليمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب ويعني طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بقى دلة تانية اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت بقيت ايه؟ بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك. هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مرتني في جريمه كده طربان وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. أنا جايب المفتاح أفتح الباب وأخش أخد الكنز بتاعي وأشوف السر اللي عند عم هارسة ده وأخد بعضه وأمشي على السيدة زينب. أنا تعبت، عايز أمشي يا سيادة الملكة الأميرة. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكرة أنت لذيذ. حزب البلكونة هتبقى. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟
العروسة. لقد جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا، وأنا بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية، الأمن والأمان. يعني إيش؟ حرية، حلاوة، طحنية. مقصود كلامي إن دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لأنك أنت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى إيه الوضع؟ وأنا النهاردة جاي أكشف لكم عن الحنوضة اللي أنتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة. وأحكي لكم قصة قتل الأمير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتوا طيبين. لمبي اسكتي يا أيتها الشنطاء. عاش السلطان اللمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمة. أيها الشعب، لقطع له طربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت له أن يقتل قمر الدين كل سنة وهو طيب، فقد طعنه طعنة ويا لها من طعنة، ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناسورة في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا أنا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم. وديكوا شايفين المسألة مسألة واضحة وضوح الشمس. قتل الأمير قمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا اللمبي الخان. اقتلوا اللمبي الخان. لا والله ما كده، ما صدقوش ده كذاب، والمصحف انت، والله ما ده كذاب، ما صدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه والنبي، انا من القلعه والسيده زينب، بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. انا ويا وعيط. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكلب. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا اللمبي، صدقوا اللمبي، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ها؟ ايه؟ جري ده؟ اخيرا ظهر الحق. عاش الأمير لمبي. عاش الأمير لمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشرق. اضربها بالمبقاب. حطوه في الثلاجة. عاش الأمير لمبي. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامة. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ انا هو يا حمامة. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين؟ زينات فين؟ زينات. انا هنا يا حمامه. هي وحلاوتها ايه؟ امال فين لمبي؟ ما انا هو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا لمبي؟ انا هو يا حمامه. بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين؟ حاضر. التتار جايين يا لمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا لمبي. حاضر، ما هخلي بالي. خلاص قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا لمبي. يا عم خلاص عرفت يا عم ده الحرب. يا عم الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثه عرفت. التتار. الله يخرب بيت ام التتار عليهم. التتار جايين يا لمبي. هو يا اخي ما قلت لك خلاص بقى. ده انت سعيد قوي زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار كفايه يا لمبي. بنانا بوت. يعني ايه ناكل يا جدو؟ بنركب بنانا، قصدك نركب بنانا بوت؟
بصراحة يا جدو الخروجات دي مش هتنفع دلوقتي، لأن أنا مستنية قطاطة وحشتني نفسي أشوفها وأسمعها. أنا مش عارف أقولها لك إزاي، مش هينفع تشوفي قطاطة. ليه يا جدو؟ ده أنا كنت لسه عندها امبارح وكانت ما شاء الله كويسة، إيه اللي حصل لها؟ مضاعفات. طب وخلاص هقوم ألبس وأروح لها. تروحي فين؟ طيب إنها سايبة عشان امبارح خرجتي ومن غير إذني، فاهمة إن مستشفى السجن دي أي حد يدخلها أو حد يخرجها عيب، عيب يا لميس. وبعدين أنا بصراحة مش عارف أقول لك إيه، يعني خايف أقولها لك يحصل أي حاجة. قطاطة حالتها بتتدهور. إيه اللي أنت بتقوله ده يا جدو بس؟ تقريبا في يعني في النزع الأخير. عيني عليك يا قطاطة. معلش. دي ملهاش أي حد خالص في الدنيا. أنا قلبي وجعني عليها يا جدو. هنعمل لها إيه بقى؟ إحنا كل اللي في إيدنا إن إحنا نقرأ لها الفاتحة. يلا. ما نجيش في حاجة وحشة يا عواطف خير. اللي اسمها قطاطة شرفت. قطاطة. خادمة اللذات ومفرقات الجمال. أمان! جدع يا واد، أمال بجد أنا بيطلعش الدخان ليه؟ لا أنا هظبط لك الحق، ده جلوكوز يا أم قطاطة يطلع دخان إيه؟ الله ده فين يا واد؟ إحنا في الفيلا بتاعت عباس باشا. قطاطة! قطاطة محمود يا حبيبي. وحشتيني. انت جميله يا حبيبتي. انت كويسه؟ الحمد لله. يا اختي الوليه ام سبع ترواح دي اللي داخله علينا بجلوكوزها ومحلولها. يا وليه انت بتزعق كده فجاه من قلب العرض كده وعامله زي البتاع دي كده. انت لسه زي ما انت بيها؟ وايه اللي هيغيرني؟ مش هرد عليك يا سيدة القصر. ايوه. الله يعافيك. ايه ده موسى؟ الحمد لله قطاطة بره. وحشتيني يا عيون قطاطة. انت كمان. اهلا 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 يا قطاطة. ازيك؟ ازيك يا عباس بيه؟ لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، ازعجنا سعادتك يا باشا والله، بس أم قطاطة قصرت وهي مدهولة كده تيجي تحكي الحكاية لست لميس والله. طبعا ما هي لازم تحكي ولازم تقعد، ما هي قاعدة في قدة الفردوس. ما ده؟ نعم؟ وحسيني والنبي، وحسيني يا عم رزقي. وانا انا مبسوط قوي اني شفتك. يلا. ما انا والله حاسه كده بتعطيع وشك بتقول انك انت مبسوط قوي. انا ما امسك الواد اللي يلا يلا. تزقوها تدحرجوها من على السلم وخلصوا. جميعا. ودوكا. انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر طبعا. اتفضلي. انت اللي عايز اكل الاول. ايه؟ عايز اكل الاول. اقعدي طيب خدي نفسك. خليك خدامة اللي ورا دي تجيبني اكل. يا ولدي لمي نفسك ما تشيل محلول في ايدك. طب انت راكبة وراك يا ابني جايبين موتوسيكل ليه؟ تعالي انا. عايزة ايه؟ هاتيلي جبنة رومي. وهاتيلي لحمة ورز وملوخية وبطاطس. ايوه. وعيش وعدس. ايه؟ ماشي هات لها كل اللي هي عايزاه يا عواطف، دي صاحبة بيت. صاحبة بيت، احنا اللي ضيوف. مين هياخدك؟ الحمد لله انك كويسة يا قطاطة، ده جده كان بيقول انك بعد الشر بعد الشر بتموتي. لا؟ أموت؟ أنا ما أموتش. قطاطة ما تموتش. أنت شر يا عباس؟ أنا؟ بس أنا زعلانة منك عشان أنت جيتي على نفسك عشاني وأنت تعبانة. يا حبيبة قلبي، لأن أنا بموت. لأن لو بموت كده روح هترفرف كده وتفضل تطير 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 وهوب تروح حط عصيرين عندك وتكيكي حدوتة يا قط يا حلو يا بطة يا قط يا بطة يا حلوة يا كدوتة يا حلوة يا بطة. عارفة يا موسى لو خرجت حتى بالسجن برضه هرجع أقع أقعد معاك هنا ماشي؟ تفهم إنك هتيجي هنا تاني؟ جدو بقول لك إيه؟ إحنا بس عايزين نقعد بعض وحدنا بنات بقى قاعدة مع بعض عباس قال يا عمر شوف لنا الاكل يلا. يا عباس بتضحك عليا يا عبيط انت؟ لا مفيش حاجه. يلا قدامي امرك يا باشا. شفت انت قلت له عباس اجري شوف الاكل احكيها في السجن بقى ويشلقني. بس ده احكيها في السجن في دحو ارجعوا كده بس المساجين الوسخه اللي سود هناك ماشي؟ طب انا ماشي. يلا. اما قطاط عايز حاجه؟ ده يا حبيبي مع السلامه روح. طيب يلا يا زفت. ايوه يا باشا اتحيلي ربنا ينتهي منك يا ابن روح. يا قطاطة تصدقي ان انت وحشتيني انت وهو. انت وهو؟ طب هو وانا عارفاه. انت بقى تطلع مين؟ يا قطاطة انت واللمبي. انا بقعد معاك يا عم انت وحشتني يا بنت قوي. اللمبي يا حبيبي يا لمبي معاه.
جاي من الخضار من الاكل وجاي اهو. بس بقى انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايب؟ بفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر او اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. يا الف بركه. ايه ده كمين ده ولا ايه؟ اسمعيني بس يا مقتدري، الكلام اخد وعطى. انا حتجوز البنت اللي اسمها فتحيه ديت كوعاء ليس الا، تخلف الواد ويبقى باسمك، بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكم من كلامك البكاش ده يا عمده. انا عارفاك، أني خبزاك ووكلاك وهضمات، اطلع من دول يا عمدة هشك بشك. ايه ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك، العز والأملاك، بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والأراضي والمواشي دي كلها، هتروح لمين في الآخر؟ لأخويا ابن امي وابويا حيورثني، وهي دي صله الرحم. لا فلوسنا لا، ارضينا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني هبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحه في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلتي ايه؟ موافقة. حلو بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوقة. اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. ايه هادي يا الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمدي اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي وتجوز مين بقى بسلامته؟ البطايا يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت خدها اللمبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبابنا. اهلا 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 والف مبروك. الله يبارك فيك. انا لقيتك اتاخرت، المفروض ان انت كنت تيجي تبارك لنا. ها وبعدين اتاخرت فقلت بقى لا، قلت روح انا جاي على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى ان انت ابوها بقى. ها اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض، بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ انا بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوك كبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي. حط ايدك في ايده يا عمدة. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك نفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟
يلا الف مبروك، تعالى معنا بقى. يلا بقى لعبة وحشة من غيرك، تعالى بقى هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد، يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد، نقيت وجبت الأصيلة والأدب، الأدب زايد. والدك وعمك وخالك يسو ناس ألوفات، سألت ربي البرايا يحرسك من العين. الحر عند اللزوم تلقى وراه إلوفات، الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب، يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب، اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد. يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش، خليك صاحي يا عريس ما تنامش، الليله من عمرك ما تتعوضش، خد من العروسه يا جميل واديها، خد من العروسه يا جميل واديها، واشرب كاسات الفرح ولا دايما تلاقيها، اسأل عروسك تراويسيها، في حضن قلبك دايما تلاقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، بنت الأصول بالمال ما تتقدرش. بعد السلام قدم له ألف تحية، انجي أبوك من بدري في الصباحية، بعد السلام قدم له ألف تحية. سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله. ونعم بالله. الله يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط؟ يعني هوان أقدر أجيب حاجة للست المقتدرة، الست الكمل اللي عايشين بخير، اللي ما تكون حاجة مضمونة مجربها في نسوان ياما؟ حقا يا بنتي لو حصل هحللك بقي. انا حلاوتي ردك عني يا ست الكل. انا هبقى ست الكل صحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش.
سيليبي اصحى يا سيليبي. سيليبي انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. بعد ترى جسمه مكسر جامد قوي. هلا قولي يا سيليب. طيب. ده مرض ما عندكش الاوضه بس. فداك فداك يا سيليب. يمكن نزل شويه. فداك يا سيليب. هلا قولي هو اهدى. ايه؟ اهدى يا سيليب. هذا ده الدبانه بتاعت العيلة الهرسية اللي تثبت ان انا من عيلة هرس من الموروث. ايوه ماشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هقوم اخد الحمام وانت حضر لي فطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شو ايه؟ ريقك. والله افطر والله هعمل جريمتين. ايه ده؟ ما بلاش الأوضة بس اطلع كنز شوية فانا مش واخدة على كده. ماشي أنا إن كان علي أجيب لك شوية فاكهة يعني بوز. إيه؟ بوز أو بانجة. بوز أو بانجة؟ إيه؟ يا بنت أم مصعب أنت عارفة؟ أنت عسل؟ أنت غير ما نحن قولنا عشان ده. يلا قوم وانا احضر لك شوية فطير على شوية عسل على شوية بيض على شوية جبنة. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه؟ بقولك ايه؟ ايه يا سيليب؟ ما تجيبني يا سيليب. يا بنت انت يا بنت ما تسيبتش معايا يا سيليب. يا بنت انت مختبع ما تسيبتش معايا يا سيليب. كسفتني يا بنت حمود. ازوق 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 هنا عادي ازوق برجلي. ازوق اسحب ولا ازوق؟ ده ازوق ولا ازوق برجلي. ايوه ازوق ازوق يا بنت. ايوه يا ملوك الحلال ببلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلة تيها تيها يولاد الحلال. بدلوسة نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جنب بعضي دوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة خوخي جنب بعضي دوخة واللي يلاقيها يلاقيها يطلب لها بالحال. ايا ابوس بيك. ايه يا سليم؟ ده والجبنه دي شفت لد الهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليمبي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفه يا سليب. اعطيني التسكتة من على البلاص. تسكتي؟ يلا. ايوه. يا ده اعطي التسكتة يا بت. هاتي يا سليب يا اختي عليكوا على جمال. قمص قمص. ايوه مظبوطة في النص ها؟ ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليب. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بت جوه. قوم يلا جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده. عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت صفت محليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. اعمل ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده. ايه. ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي. قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودانك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليمبي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. لا انت بتستهزئ بيا يا سليمبي. يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه انا كده وش صريح يعني.
طب يا سليم دي خد البيضة وقول له ان انا جاي في ديلك. ما تتأخرش والنبي يا سليم دي. لا والله تعبص في ديلك هتلاقيني على طول. ما تكدبش التحذير يا سليم دي. يعني يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيبلك تحذير تاني. يلا روح انت انا جاي خلاص بديلك. يا سليم دي اكيد فوتك بعافية. ما عاد في سخرارة. مع السلامة. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. بقرف توحى. اخرج يا سليبي. تعال يا بنت تعال. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتسلط عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ بتأخذني. ايوه لا مش ده كان عايزني كده وانا بعدين بعرفك في وقت تاني مش مهم يتحرق يولع. ليه؟ بشتة يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا يا سليب احنا في الصباحية. ايوه يا بنتي. شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتيه؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استعزلنا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. أبالي؟ ليه؟ نفهم في الأصول. بلك أنت العبد دي بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قول. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. هي لحمة الحبر أنا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافلة كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم بلو كلابي. لا بلوش، كلابك بلوش حاجة خالص. أنا هروح له بقى ها؟ يلا روح. وأنت جهزي نفسك. هدعيلك. اعملي أكاوي. ها. وكوارع. هتلاقيني نازل من لما. ده أنت أنت هتتعطلي. يا سليبي. يلا قوم. روح ايه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سليم. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليبي وتلاقي الكنز ونهج من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليبي وترجع لي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليبي. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا 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 وجاي بقى ليه بقى وهو بيطير من عندي. يا قطوطه بتنامي ليه بقى فجأة؟ قطوطة قطوطة بقى اصحي كملي. قطوطة أنا كنت متأكد إنك هنا. إزاي؟ إزاي تخرجي وأنت في الحالة دي؟ ايه ده يا انكل هي كويسة ايه الحمد لله. انا كويسة اوي النبي يا دكتور. في ايه ده حصل مالك؟ اسماعيل انت ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ انا جاي امنع كارثة كانت هتحصل. عباس انا بحملك مسؤولية حياة قطاطة وصحتها. لو جرالها اي حاجة انت اللي هتكون مسؤول قدام ربنا اولا وقدام القانون ثانيا. ايوه لازم تتعاقب بالقانون كأي انسان عادي. جزرة 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 أنا كويسة يا حبيبي. شوفي ما تدعمش نفسك يا حبيبي أنا كويسة. هو في إيه وأنتوا اتجوزتوا ولا إيه؟ اتجوزنا إيه ونيلنا إيه؟ الجدعان هيقطعوا بعض عليا. والنبي أنا كويسة يا جزرة. إزاي أنت كويسة؟ إيش عرفك إنك كويسة؟ أنا الدكتور هنا أعرف إذا كنت كويسة ولا لأ؟ خليني اكشف على قلبك. يا حبيبي اهو. ايه ده؟ ايه حاله الانحراف اللي انت فيه ده؟ احبك انا احبك. شايف؟ من اتخرف. ايوه انا عارف هتخرف ليه؟ خرجت بدري من المستشفى. يا راجل واضح انها وقعت في غرامه. غرامه؟ غرامه ده مين يا عمر؟ وده مين ده سيجازر ده كمان عشان اقدر اقع في غرامه؟ ده انا مش شايفه جزر بقى. ولا ده انا ياما قعدت. كانت واقفة كده وعايزة تاخد مني بس يا دوب قطة وأنا عارفة إيه من حاجة. طب يلا يا أخت السجن مستنيك. روح بره يلا. تعالى يا موسى. أهو أحب أكلمك هنا كتير. أهو
قطاطة. عايز اعد بروحه. عيب يا قطاطة عيب. يا حبيبتي، على العموم انا رتبت اموري وزي ما اتفقنا ياسمين بنتي هتسافر معانا. لا انا عارف ومتاكد انك هتعوضيها عن عطف امها وحنانها ومع الاسيه الجاحده دي. ماشي يا حبيبتي، ماشي، مع السلامه. اليوم يومك يا ابو ياسر، عايزك تطبخيها. يا ماسكا ما ادري يا شايفه واقفه تبع حطت الاسم الويس من الالبوم بقى يا ناتي بقى. النسوان اللي تابع يجوا يحبوا على ايد ستينا وتاج راسنا. يلا يا مارا، يلا يا ولية منك ليها. راح فين يا بنت؟ اوعى ايدك يا ست قطاطة، سيبيني. يا بنت يا بنت يا لا، ما هتلاقيه برضه مظبطها في قرشين ولا في مصلحه كبيره يعني. صلى على النبي، في قلبك ولا في قرشين ولا مصلحه ولا اي يطع حاجه باللي انت بتقوليها دي؟ ما اللي اتفاق كان قدامنا بنفسك كنت قاعد في الاتفاق ايه؟ اتفاق؟ اتفاق ايه؟ أم عبد الله ما تجيبيش سيرة للمخروق ولا حتى لعبد الله ذاته. إلهي أعدمك لو جبت سيرة لجنس مخروق. عباس باشا اتفق مع قطاطة إن هي تيجي كل يوم الفيلا بالليل عشان تحكي حواديت للست لميس. هي أوامر الدكاترة كده، شافوا إن حواديت قطاطة هتنفع في حالة ست لميس وتعجل بشفاها إن شاء الله. وهو في المقابل يعني هيجري في إجراءات براءتها. وفاتت الايام هي عيني الصبح تتداول في السجن وبالليل تيجي من بالليل لحد الفجر تحكي حواديت، والباشا مع الايام نسي وعده ليه. وهي يا عيني عليه كانت ايه، مره يتيمه غلطت وقالت له الحقني انجدني من المسجونات واللي بيعملوا فيا مبهدلني في اللومان، بهدلها وهزقها وايه، وكانت ليطه وهي ما بتشوفهاش وهي قاعده معايا في العربيه وش الفجر لما بنروح السجن، بتبقى ايه نايمه زي القتيله يا ولدان. يجعل سره في اضعف خالقه، يعني قطاطه الغلبانه دي صاحبه فضل على عباس بيه بهيلمانه ده كله؟ عليه وعلى عيلته، امال ايه؟ ومش اي حد من عيله، لا ده خلاصه الخلاصه. طبعا ما هو برضه اغلى الولد ولد الولد يا بكير. شفتي؟ صدقتني بقى ان هو مش قليل عليه لما يوطي على ايد اما قطاطه ويبوسها. كلنا والنبي اسكت، كلنا نبوس ايديه. يا لميس يا حبيبتي افهميني، انا ما اقدرش اعمل حاجه لقطاطه، ده لا في شغلتي ولا حتى في اهتماماتي. اسمعيني بس، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني يا جدو. انت لازم توضي الجميل للست دي، كفايه اللي عملته معانا. شوف يا حبيبتي، 90% من المتهمين اللي موجودين في السجون كلهم بيقولوا احنا ابرياء. لو هي بريئه بجد ربنا باذن الله هيساعدها. طيب ماشي اوكي. انا باخذ يا سعاده الباشا، وحياه النبي ما تزعل نفسك وان شاء الله كل شيء هيبقى زي الفل. ده بالنسبه لايه يعني؟ ايوه يا باشا، انا باخذ يعني
بعد اذن حضرتك كنت عايزك يعني تفتكر موضوع ام قطاطة. انت مالك انت ومال قطاطة؟ ام قطاطة اطلع برا انا تمام تمام. هتشل هتشل مثل عبي. من اللي انا عم ايوه بقالك ساعه ماسكه البتاع بتبصي في ايه؟ بتبصي مثل عبي. بلعب ماشي ما انت ما قلتليش العب. اه كده شيز بيس. شيز بيس ايه ده؟ مش شيز بيس اصلا. امال ده ايه ده؟ دي كوتشينه عادي. مش دومنا دي؟ دومنا ايه كوتشينه؟ لا انا عايز العب كوتشينه. حرام عليك يا قطاطا، ما هي دي الزفت اسمها كوتشينه. ده كوتشينه. لا انا مش عايز العب اللعبه دي مش حلوه. زهقت. انا مش فاهمه انت دماغك دي فاضيه خالص خالص. مالك ما تعمل ايه؟ اخي ما بزهق بخش اقعد في دماغي جوه واسيب الخلق يطلع بره. انا على راي المثل اللي بيقول لك ريح تستريح وتكسب محبه الناس. انت بتجيب الكلام ده منين يا قطاط؟ من زمن من زمن يا بنتي من زمن. انت عارفه عايزه تنتظري انت من واحده كانت عايشه طول عمرها في ايواء، خدوا الايواء راح مدينا خيمة، خدوا الخيمة راح مدينا الخبور بتاع الخيمة، وبعد كده قعدت على الرصيف. يعني انت ما عندكيش سكن خالص؟ لا عندي. فين؟ ساكنة في جلابيتي. جلابيتك؟ ايوه، دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر يخرجني منها، انت بمزاجي بقى. يا واد انت دكتوراه في الفلسفة الشعبية. انا رحت فعلا بقى ورحت واخدة بعضي وطالعة المساكن الشعبية ورحت مقدمة الورقة في الحي. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي الحي أبعد من الميت. حالة فنية فريدة، كتلة إبداعية متحركة بترش في نظريات، كل ركن تدخل فيه تكسر الثوابت. سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي اللي جواكي واللي أجمل من جمال موناليزا. محدش قالك على الجمال الخارجي اللي شبه الحمار الوحشي؟ ما تصحنيش من الحلم اللي انا فيه يا عباس. قطاطا هو انت دفعتي عن نفسك ازاي في المحكمه؟ يا داوي يا داوي ده تسكتي، ده كان يوم يا نهار اسود، الناس عماله تصور بالتلفزيون وعماله ماسكه في ايديها حاجات كده بتاعت اليوم اللي هم دول بيكلموا، ورحت ماما ماسكه في عبس الالتهام كده وقعدت انا مريعة انا مسلومه انا تعب فيا، والراجل اللي هو ماسك الشاكوزا ايوه القاضي ده نجار ده ولا ايه؟ لا القاضي القاضي القاضي؟ كان بيضرب كل شويه ان قلت فيه مسمار في التخته في التخته ولا حاجه؟ وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك ها؟ نبقى انا عارفه بواد الا وشها اتغير بيقولوا مش لاقيينهم. كويس قوي انه ما اداكيش اعدام. والنبي رند كان يضحك براحه، كان يضحك براحه بدل ما الواحد بدل ما هو عايش في الكوره ويروح يلعب في دماغه يتلعب فيه. لا طبعا والعبيطه. بقولك ايه؟ ها؟ ما تيجي ناكل بطاطس. عايزه بطاطس برضو؟ اكل بطاطس. مش فاهمه ايه حبك في البطاطس؟ بحب عرنبيط المقلي. حاضر، وايه تاني؟ ونخويا بالمعيز. معيز؟ في معيز ملوخيه بالارانب؟ حاضر، هجيب لك كل اللي انت عايزاه، بس خلينا في الحاجه الوحيده اللي بفهمها منك يا قطاطس. مين يا جماعه؟ اللمبي. حبيبي. اهو انك هو جايب معاه قعد يزقع والمحافظ ماشي جنبه. خلاف دخلوا السلطانة، هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. النبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت سن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده الحلوه دي. واحترف بعد كده والعب في اسكم. انتهى فرز الجنود، انتهى. هاتوه. أولاد السلطانة. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الأمير السلطان. تقدم أيها الفتى الشهم. لقد سمعت عنك الكثير. وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة. تقدم يا غالي.
يعني مش عارف ده ليا ولا لمين، يعني انت ردك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. انا بنت الله قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بسرعة كده يعني، عارف أنا بدوس جامد، أنا عارف شعر جحدة. ما اسمك يا اسمك إيه؟ أيوه يا بيتي كده اسم الليمبي. أريد أن أعرف هل هو متزوج أم لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. أيوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. أنا بقول لك حربته لك في قلب شوال من نصرية ومغزوز ومتأسلك ومتفضل 14 جبوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعوذ يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولاتي السلطانه شجره الرز الامير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجه من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانة شجرة الرز، مولاتي الأميرة، كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا إيه؟ مين ده؟ الخدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عند ميجانس. اسمحي يا مولاتي أنا أخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده قمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا 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 بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بي. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجره الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يضلش. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قلت في عقلي بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العيداء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا اولاد ازاي يا عيب؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش ما تنزلنا العددين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقبة ناس بتتدب تحت رجليك تحية وعظمة لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. أمال إيه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. أحسنت أخت خزون. تعمل إيه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. ذكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكاية الأميرة زينات. الأميرة زينات اللي بعتها في سوق العبيد عشان أحافظ عليها من القطار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟
احنا سددنا عجز السيوف لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقه. امسك الصورة دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليله. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولات السلطانه شجره الرز بعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده، عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه، عايز عيوني المنتشره في كل مكان تبقى دايما جاهزه، دايما صاحيه مستعده. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. خيانة! الحرية! خيانة! خلاص سلم بيه! بس سلم بيه! تعويض ولا ايه ده؟ بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم ده؟ ولدي الوحيد هو ده كله. وحشني زعبور. ابويا 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 ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. لمبي؟ ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. لا مش عايز. انا ايه الحكايه يا قمر الدين؟ زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. ده 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 دمت ايدي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ اه طبعا ده حبيبي. ده حبيبي لعبه لحد ما تباحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا ما هو ده لحظه بقى لحظه لحظه بقى يا عم حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ملواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاكوا بعدين دخلتك دي. شوف انت بص نخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه. حبيبي 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 هوبا حبيبي 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 اللي في ايدك ده يا حبيبي ده حصان انت حمار. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه انا حبيبي اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه طبعا حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي ماشي يلا وريني يا جمال يا جمال. هتورينا كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. حصان بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت ولا ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا بروح. ابويا ابويا الحصان. ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. ابوك جوه عنده موقعة الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يطفي بطني بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا ام غلاستك. ده انت غلس قوي ده يا ابويا. بس نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان. الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوعب حاجه تانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك سعادتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا. مش دون مش دون. هو كان الحصان والله. هو دون مصحف. انا هجيب من حصينه تانيه. انا مش معود ابني على الكذب.
طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك لما دوي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ان حصل الكلام ده، اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب برحمه كمان، لانه هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان؟ اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر من كله يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عبيط عبيط عبيط. يلا ينعل ابو الغلاسه اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي. ايوه يا سعاده الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله مع اصلاجه حبتين. شؤون الدوله؟ وهي دي شؤون دوله؟ ده شؤون القاره يا مولاي. انت دخلت دقيقه وخرجت شبه بتوع الكنافه والقطايف عندنا. لمبي دخلت تانيه انا معرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. عيب المدواي سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا هيقوم ولا اي حاجه. لزق بكل على كرسي العرش. لا تنفع معاه ثورات ولا مظاهرات ولا اي حاجه، لان هو من الوزن الثقيل فصعب انه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناثرة الإحجام. فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقة فين بتاعت وشاشة تعرفي تتكلمي معاها. وحشة يعني؟ وحشة منين؟ وحشة مين يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدري تقولي رضعة من وحيد الكرم. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكرة نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال عن الأمير أمر الدين وماشي عملت تدلعه يمين